صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأربعاء الجميل الذي يفصله إن شاء الله بس يومين عن عطلة نهاية الأسبوع. نطلع عليكم إحنا اليوم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. طبعا برنامج صحة وسعادة يطلع عليكم كل يوم من الأثنين إلى الجمعة من الساعة 10:06 تقريبا إلى جريب الساعة 11، ونناقش فيه كافة المواضيع اللي تهمكم، آخر خدمات هيئة الصحة، دراسات عالمية، ونستضيف فيه مجموعة من الضيوف اللي يناقشون المواضيع اللي تهمكم واللي تعنيكم. هذه محادثتكم دكتورة ندى الملا. نعتذر أول شيء عن صوتي، يعني تغير الجو يأثر عندي شوية على الأحبال الصوتية، فبس تحملوا صوتي اليوم مباشر، إن شاء الله أسبوع لي يكون صوتي أفضل يعني. أول شيء طبعا قبل كل شيء مبارك للمملكة العربية السعودية يوم التأسيس، ألف مبروك لإخواننا السعوديين. طبعا احنا كنا في الخليج إخوان وأهل، الله يديم عليهم وعلينا إن شاء الله نعمة الأمن والأمان. ونبارك لشعب الإمارات افتتاح أجمل مبنى في العالم البارحة، افتتاح متحف المستقبل. أنا سمعت أو قريت عبارة وايد حلوة، لون في كل البلاد في هناك متحف للتاريخ، عندنا متحف للمستقبل. ما شاء الله كان افتتاح مهول ورائع، وهاي دعوة إن كنا نسير نستمتع بهذا المتحف الجميل، وفعلا هو أجمل مبنى في العالم. يعني كل ما واحد يطوف عليه يستانس ويفرح ويحس إنه إنجاز كبير وضاف لإنجازات دولتنا الجميلة. طبعا برنامج صحة وسعادة مثل ما تعودتوا على فقراتها المميزة، تبتدي أول شيء طبعا هناك خبر أو دراسة عالمية مهمة، بعدين نروح لمستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا فقرة التغذية تعرفونها فقرة ثابتة. اليوم أتوقع موضوع يهم الشباب والبنات، يعني كل مواضع فقرة التغذية تكون مهمة، لكن اليوم عن مفاهيم خاطئة عن الرجيم. يعني أتوقع الافتاءات في الرجيم طلعت أكثر من افتاءات الطب يعني، فاليوم فقرتنا عن المفاهيم الخاطئة عن الرجيم، والفقرة الأخيرة بتكون عن نظام مراقبة الجرعات الإشعاعية المتطور في مستشفى راشد. ورح يكون معنا طبعا ضيوف كل فقرة عشان يطرحون المواضيع المعنية اليوم ببرنامجنا. نبتدي أول شيء بالخبر أو الدراسة. يقول آلام في معدتك قد تحذر من ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل خطير. طبعا يحتاج جسمك إلى بعض الكوليسترول لإنتاج الهرمونات وفيتامين د والسوائل الهضمية، ويساعد الكوليسترول أيضا على عمل أعضائك بشكل صحيح. يعني لما إحنا نقول الناس اللي مرتفع الكوليسترول عندهم إن مرتفع، يقول زين دكتورة ليش أصلا في معدل طبيعي للكوليسترول؟ ليش مو لازم يكون صفر؟ لأن جسمنا يحتاج لجميع المكونات، الدهون والكوليسترول والدهون الثلاثية. حتى الدهون الثلاثية دائما نقول لكم أنها مو بزينة وتأثر على القلب، يجب أن تتواجد بنسب معينة في الجسم عشان عمل أعضاء معينة، امتصاص فيتامينات معينة وغيرها. طبعا احنا نقول هالكلام، لكن تناول الكثير من الكوليسترول الضار يمكن أن يكون مشكلة، وانتوا ما شاء الله سيدي العارفين بخصوص مشكلة الكوليسترول، ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار مع مرور الوقت إلى تلف الشرايين والإصابة بأمراض القلب وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وقد تشير الآلام، حنا هو الخبر الجديد، قد تشير الآلام التي تشعر بها في معدتك إلى أن مستويات الكوليسترول عندك عالية. إحنا دائما كنا نقول أن الكوليسترول العالي ما له أعراض، يعني اللي عنده ضغط لما ارتفع ضغط عنده وايد ممكن يصاب بصداع، زغللة شوي في العين، اللي عنده سكر لما ينخفض السكر وايد تحس بالدوخة، إلا الكوليسترول كنا دائما نقول بالعادة ما تحس بأعراض. لكن هذا الخبر شو يقول؟ قد تشير آلام في معدتك إلى أن هناك مستويات خطيرة من الكوليسترول. طبعا الكوليسترول يفرزه الكبد، هذا الكوليسترول الذوبة العصارة الصفراوية بشكل طبيعي، لكن إذا كانت تفرز كميات زائدة من الكوليسترول، يعني مستوى الكوليسترول عندنا جدا عالي، قد لا تتمكن العصارة الصفراوية من تفتيتها بالكامل، وفي النهاية تتكون حصوات في المرارة. وقد يؤدي تناول كثير من مادة البليروبين أو المادة الصفراء
التي ينتجها الكبد أثناء عملية الهضم، الإصابة طبعا بحصوات المرارة. ووفقا لهيلث لاين، فإن آلام البطن المفاجئة هي أحد أعراض حصوات المرارة. يعني مو آلام البطن تدل على الكوليسترول مباشرة، تكون الحصوات في المرارة تسوي آلام في البطن تدل على زيادة ارتفاع على ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم. وفي دراسة أجريت على حصوات المرارة من الكوليسترول، تبين أن هذه المشكلة مشكلة صحية عامة رئيسية في جميع البلدان المتقدمة، وأن حالات حصوات المرارة الناتجة عن الكوليسترول تصل إلى أكثر من 80% من حالات الحصوات في البلاد الغربية. ما شاء الله، يعني كل ما كثر الخير الناس قامت تأكل أكثر، تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالكوليسترول، طبعا على رأسها طبعا اللحوم الحمراء، بعض القشريات، الروبيان، مشايت فنانون في السطل البحري المتروس قشريات، ويكون مرتفع في الكوليسترول. احنا ما نقول تاكلون، ناكل لكن حاسب على مستوى الكوليسترول عندنا حتى لا نصاب بحصوات المرارة. من هذا الخبر نروح إلى مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي مع الأستاذة أسماء الجناحي، رئيس قسم الإعلام الصحي بالإنابة. صباحك وردي أسماء. دكتورة عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة مرت بي. أهلا فيك في صحة وسعادة. شو هو جديد السوشيال ميديا اليوم يا أسماء؟ من ضمن الأشياء اللي حكينا حاطيها في قنوات التواصل الاجتماعي مجموعة من الاستفسارات اللي وصلتنا وراح نجاوب عليها. من ضمن الاستفسارات اللي توصلنا، كيف ممكن نحن نستفيد من الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة في الواتساب؟ كيف ممكن نستفيدون منها؟ هو بس مجرد من أن يحفظون رقم مركز الاتصال 8342 في مركز في قائمة الاتصال، ويكتبون كلمة هاي على الدردشة في الواتساب، وراح توصلهم كل الخدمات، ومن ضمنها خدمات تطعيم كوفيد للجرعة الأولى، سواء كان للأطفال من خمس سنوات وطالع. أيضا من ضمن الأسئلة اللي يسألون هل هناك في خدمات منزلية؟ نعم، هذا صح، توفر خدمات منزلية، واللي عليهم هم أنهم يسجلون كبير السن أو كبير السن العلم في البيت في نظام زيارات المنزلية، ويكون هناك في طبيب مختص يقيم الحالة إذا هي كانت تحتاج زيارة منزلية، ويكملون العلاج فيها. في خدمات كثيرة قدم الزيارات المنزلية في هيئة الصحة، وممكن هم يستفيدون منها ويتواصلون مع مركز الاتصال للحصول على مزيد من المعلومات في مركز الاتصال، هو 342. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي أو الاستفسارات اللي توصلنا، كيف نحن ممكن نقدم الاقتراحات في هيئة الصحة؟ في أكثر من نظام من الاقتراحات في هيئة الصحة، من ضمنها نظام حكومة دبي وبريد وصل صوتك، وأيضا قنوات التواصل الاجتماعي نحن نستقبل كل ملاحظات، سواء كانت يعني ملاحظات أو إذا كانت مقترحات أو أيضا رسائل شكر. نحن يعني سعداء من المتعاملين أيضا يشاركون بتجاربهم الإيجابية في قنوات التواصل الاجتماعي. ونختمها برسالتنا الصباحية اللي كانت اليوم، واللي هي تقول: ابتسم ابتسم ابتسم، يمكن للابتسامة أن تجعلك ومن حولك سعداء. الابتسامة يمكن الواحد يقول عين شو الابتسام وليش، لكن لها أثر وايد كبير، مو بس على الآخرين، حتى على الإنسان نفسه. حتى لو كنت مضايق حاول أنك تبتسم، نتمناك يوم سعيد ويومك أسعد يا أسماء. شكرا لك لمداخلتك معنا اليوم بخصوص جديد السوشيال ميديا. نهار سعيد يا أسماء. طبعا رسالة أخيرة لأسماء عن الابتسامة. احنا دائما نقول للناس مهما كان الظرف اللي تمر انت فيه، كون انت تبتسم. احنا ليش نقول ابتسموا؟ لأن الابتسامة تبعث بموجات إيجابية للدماغ، تساعد على إفراز مواد تخلي جسمنا يتعامل مع التوتر احنا عايشين فيه، مع المشاكل احنا عايشين فيها بشكل افضل. انا دائما هذا شعاري، المشكله موجوده سواء ابتسمت او كشرت، هي موجوده، لكن دائما من الاسهل ان انت تبتسم في وجه المشاكل حتى يستطيع عقلك انه يتخذ القرار السليم في التعامل مع هذه المشاكل. يعني أتوقع وايد منه لما يطيح في مشكلة ويتم زعلان ومبوز ويتضارب، يحس المشكلة ما قاعدة تنحل، قد يكون حل هذه المشكلة بسيط جدا جدا جدا، لأن كمية الغضب والشحنات السلبية اللي نترس فيها نفسنا تخلي عقلنا غير قادر على التحليل السليم للموقف. ممكن ناخذ قرارات طائشة، ممكن يرتفع عندنا الضغط، ممكن يرتفع عندنا السكر، ممكن ندخل في حالات إغماء، ممكن نروح في مشاكل صحية. لكن دائما طحت في أي مشكلة خذ نفس عميق أول شيء،
مثل ما نقول تعوذ من الشيطان وابتسم وحل الموضوع بهدوء. المشكلة حلها راح تلاقيه قدام عينك، وانت قبل كنت تحس المشكلة يمكن ما لها حل، مثل ما يقول ما في مشكلة ما لها حل. لكن لما احنا نكون مبتسمين في وجه العواصف والمشاكل، نحن نساعد نفسنا، نحن نجد حلول المشاكل اللي تمر فينا. ما في بيت ما في حد يخلو من المشاكل، لكن نختلف في طريقة تعاملنا مع المشاكل. هل نتعامل معها بطريقة إيجابية أو طريقة سلبية؟ صدقوني دائما الطريقة الإيجابية أفضل، مع أن هي أصعب لكن هي أفضل لنا وصحتنا. ترى الدنيا ما تخلى من المشاكل، لكن إحنا دائما نقول بنعيش عمر طويل وصحتنا تكون أفضل وبشرتنا تكون أجمل وما يطيح شعرنا وما ينا ضغط وما ينا سكر. كيف هذا؟ بنحن نتعامل مع المشاكل بطريقة إيجابية عشان ما نموت على قولة أمي ناقصين عمر. راح نروح إن شاء الله حين فاصل، وبعد الفاصل نكمل فقرات صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أخونا عبد الرحمن الحصاي صبح عليكم وعلينا بالخير. شكرا لك أخوي عبد الرحمن لمتابعتك المستمرة لبرنامج صحة وسعادة. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل أن فقرة التغذية اليوم عن موضوع المفاهيم الخاطئة في عن الرجيم. طبعا رغبة البعض، والله ما أعتقد بعض في الزمن، رغبة الكل في التخلص من السمنة ترتبط بمفاهيم خاطئة ومغالطة علميا تخص الرجيم وبرنامج خفض الوزن. وللأسف هذه المفاهيم الخاطئة شائعة متداولة طبعا عن طريق منصات وسائل التواصل الاجتماعي. نلاقي كمية معلومات مغلوطة كثيرة عن كيفية نقصان الوزن، كله انقصي يعني أكبر عدد من يعني نزلي أكبر عدد أكبر وزن فأقل فترة ممكنة. وطبعا كلها تكون طرق قاسية وتضر جسمنا بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. طبعا نتائج ما تظهر في حزتها، لكن او التاثيرات بعد فتره تظهر نتائج هذه الممارسات الخاطئه. طبعا يستغلون البعض للاسف حاجه او هوس البعض بعالم النحافه ولازم ننزل ولازم نخف وزني، فيستغلون الناس تبغى تضعف بسرعه وما فيها الصبر تتريى عشان ينزل وزنها بطريقه سليمه فتمشي على الممارسات المغلوطه. طبعا هالمفاهيم الخاطئه والمغلوطه هي اللي دعتنا للحديث اليوم عن هذا الموضوع المهم مع ضيفة البرنامج الأستاذة فاطمة سعيد الخروصي اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا فيك. أول شيء طبعا برنامج موضوع الرجيم وتخفيض الوزن والممارسات الخاطئة منتشرة في كل مكان في الفترة على منصات وسائل التواصل. بس قبل ما ندخل يعني أكثر المفاهيم المنتشرة الخاطئة، نقول أول شيء شو مخاطر، إحنا بنخوف الناس الحين، شو مخاطر الدخول في برنامج أو نمشي على رجيم أو حمية غذائية دون استشارة طبيب مختص أو دون استشارة أخصائي تغذية؟ صحيح. وبالنسبة للنظام الغذائي بدون استشارة الطبيب، أول شيء أو أخطر شيء يصير التدهور في حالة المريض أو في حالة الشخص نفسه صحيا. كيف يعني؟ حتى لو المريض مثلا ممكن يكون معرض لهبوط في الدورة الدموية بسبب مثلا عنده ضغط الدم أو السكر فيؤدي لهبوط في الدورة الدموية. أخطر يعني هذا شيء أخطر إلى السمنة. شو يعني هبوط الدورة الدموية؟ ممكن يكون موت الفجأة، لأن احنا ما نعرف شو نوع النظام الغذائي اللي اتبعه. ودائما هو لو الإنسان يستشير أخصائي التغذية أول شيء بيقول له، أول شيء بتأكد من تحاليلك الطبية. ليش؟ لأن التحاليل الطبية تبين إذا هذا الشخص عنده مشكلة مرضية، عنده ارتفاع في ضغط الدم أو عنده كوليسترول أو عنده مشاكل في القلب، فهاي كلها يكتشفها عن طريق التحاليل الطبية اللي تصير. وبالتالي أخصائي التغذية يعطي نظام غذائي يتناسب مع المرض أو يتناسب مع ما يعاني المريض نفسه من مشاكل، عشان ما يحرمه من بعض العناصر الغذائية مثل الدهون الطبيعية أو يحرمه من أشياء معينة في النظام الغذائي فتؤدي إلى تدهور صحته. فهذا أول شيء يصير له، أن تدهور في الحالة الصحية وما تكون معروفة لا بالنسبة للمريض ولا الأخصائي التغذية إلا بعد إجراء فحوصات طبية. نعم ممتاز. حتينا عن بما جئت أخصائي التغذية، فأكيد يمر عليك وايد متعاملين يحملون معهم مفاهيم خاطئة عن الرجيم. شو أكثر المفاهيم الخاطئة اللي تمر عليك كأخصائية التغذية؟ أيوة، من أهم وأخذ يعني أكثر المفاهيم الغذائية اللي يتبعون نظام غذائي ما يناسبهم. هذا النظام الغذائي اللي يمارسونه يأخذونه عن طريق أشخاص معينين هم جربوه
ونزل وزن كم من كيلو شجعوهم عليه، أو مثلا عندهم نظام غذائي واحد ومجموعة وكل في البيت نظام جماعي طبقوا هذا النظام الغذائي، أو يأخذون تطبيق برامج موحدة في شبكات التواصل الاجتماعي مثل ما تفضلتي أو عن طريق شبكات الإنترنت. هاي كلها تؤدي فعلا إلى نزول سريع، لكن شو تسوي؟ تؤدي إلى نزول في الكتلة العضلية، العضلة نفسها تضعف في نزول العضلة والسوائل اللي في جسم الإنسان المفيدة، لكن ما تنزل الدهون، فيؤدي بعدين إلى ثبات الوزن ويستغربون ليش الوزن ثبت شو صار. فهذا الشيء اللي من أهم المفاهيم اللي تصير. أحيانا في من الناس يسوون نظام التجويع والحرمان، يحرمون نفسهم عن طريق البرامج العشوائية عشان النزول السريع، لكن هذا كله مضيع للوقت وجهاد للجسم، لأنهم يحرمون نفسهم من عناصر مهمة. حد من الناس مثلا يحرم نفسه من الكربوهيدرات أو النشويات، حد من الفواكه، حد من الزيوت الصحية، فيؤدوا بعد نفس الشيء إلى خسارة في الكتلة العضلية والسوائل ونقص حتى في الفيتامينات والمعادن. فتلقى الإنسان يجي يقول أنا مسوي رياضة ومنزل كل شيء، لكن مستويه شحوب في البشرة، تساقط في الشعر، ضرر في الأظافر، هاي كلها عن طريق المعتقدات الخاطئة. حد من الناس من المفاهيم بعد ثاني يركزوا على نوع معين من الأكل، واللي هي دائما مر فيها لإذابة خلطات إذابة الشحوم، أو شرب أعشاب، أو تناول مثلا خل التفاح الصبح، أو شرب ماء دافي على الريج، أو إلغاء النشويات أصلا من برنامج نفسه، ولا تناول وجبات بروتينية عالية، ولا اتباع أنظمة تعتمد على فصيلة الدم. هاي كلها تندرج تحت معتقدات خاطئة ما لها صحة، وبعد فترة تلقى الإنسان يعاني من مشاكل المرضية، صح تفقد بعض الكيلوات لكن بسرعة ينزل يرتفع وزنه في خلال فترة بسيطة يعني. أو اتباع نظام، يجيك واحد يقول لك مثلا أنا أبغى اتبع نظام غذائي بس ما أبغى أمارس رياضة، أنا ما أحب الرياضة. طيب أنت هاي الرياضة مهمة جدا لتحسين معدلات الحرق عندك، لأن أنت أصلا معدلات الحرق عندك بطيئة، ما تسوي رياضة، يوم بتسوي رياضة تصير عندك معدلات الحرق عندك عالية، تحسن في الكتلة العضلية، فتساعد على نزول الوزن بطريقة أسرع وأسهل، حتى تعدد عنده مستويات الكوليسترول اللي دائما نشوف الحين صغار في العمر عنده مستويات الكوليسترول وايد متلخبطة، أو السبب كله نمط حياة متغير أو نمط حياة ضار، فيكون عنده مستوى الكوليسترول الضار منخفض واللي هو الجيد ما يتحسن عندهم، يصير عندهم مشاكل في القلب والشرايين، هاي كلها بسبب الأخطاء هاي. أو مثلا بعض الناس مثلا يقولوا إحنا نتبع نظام غذائي ورياضة لكن بعد وزننا ثابت، إذا أنت تأكد من الفحوصات ممكن أنت عندك كسر في الغدة الدرقية، ممكن تكيس في المبايض عند النساء، أو يكون مثلا مقاومة للإنسولين، حتى نقص فيتامين دال، العالم كلها عندهم نقص فيتامين دال، إذا كان ناقص ممكن يعيق نزول الوزن أو يأخر في نزول الوزن. حتى ثبات الوزن بعد من المفاهيم الخاطئة، أن أنا مثلا أثبت وزني لكن ثبت وزني خلال الرياضة، هاي عادي يصير خلال فترة الرياضة، حتى لو بنسب مثلا رياضة أو خلال نظام غذائي صحي ثبت الوزن، بس الشيء الوحيد اللي تقدر تسوي تغير في ممارسة الرياضة أو الساعات أو الدقائق للرياضة، وتحسن أو تغير في عدد السعرات الحرارية تغيرها، فبيساعد على نزول الوزن بدل ما يثبت الوزن. والمفهوم الأخير اللي بقول لك إياه هو اعتقاد الناس إنه أو اعتمادهم على ميزان واحد للقراءة، ودائما إحنا ننصحهم ما تعتمد على كذا ميزان، لازم نعتمد على ميزان واحد. مثلا أنت توزن في البيت خلاص على ميزان البيت، أما إذا في العيادة على ميزان العيادة عشان نعرف كم كيلو أنت نزلت أو كم جرام أنت نزلت، لأن هذا. وفي من الناس قلت لا أنا حسيت نفسي عن طريق الملابس نزل وزني، صح هذا دليل صحيح احنا ما نوافقهم عليه، لان نزول الوزن بيكون من الكتله الدهنيه بس وزياده في الكتله العضليه، وهذا ما احنا نقدر نعتمده، لكن بعد الميزان اذا كان ميزان واحد يفضل ان يكون، بس في النهايه ما نخلي ما يوصل للياس او الاستسلام، يعني طريقتين صحيحه. اذا هو لاحظ عن الملابس نزلت هذا دليل صحيح لنزول الوزن من الكتله الدهنيه، لكن ممكن تكون زياده في الكتله العضليه، وهذا اللي احنا نبغاه. هاي بالنسبه للمفاهيم الخاطئه. ممتاز استاذه فاطمه، يعني لو في حد يبغى يبتدي ينزل وزنه، في بعض الناس أنا أشوف أكثر ناس تتبع الطرق الخاطئة في تنزيل وزن هي الناس اللي ما تكون وزنها زايد جدا، هي اللي يكون وزنها شوية أعلى بخمسة كيلو بسبعة كيلو، تقولك هذا أصعب شيء، فأنا رح أشرب مثلا خل التفاح على الريج، تمارس ما تأكل شيء طول اليوم غير هذا شراب الديتوكس ثلاثة أيام وغيره،
السؤال هو ليش دائما هو آخر 5-6 كيلوات هي الأصعب إن الناس تنزلها فتضطر تلجأ لهالتحايل على الرجيم؟ ليش دائما أصعب شيء؟ لأن هي أصعب شيء، لأن فعلا الإنسان ممكن يمر مرحلة الثبات بس يحتاج إلى تغيير في السعرات الحرارية، فيصير عند أخصائي التغذية استشيره يشوف شو السبب، لأن استشارة التغذية شو بيخلي بيبين شو سبب الضعف، بياخذ نقطة الضعف اللي عنده فبيعرف عن طريق التاريخ التغذوي له، فبيسأله عن كذا طريقة فبيفهم هو مشكلته في الشو، يمكن عنده مشكلة مرضية هي اللي سببت له مثلا نقول نقص فيتامين د، حتى فيتامين د هو اللي يمكن صعب نزول الوزن، أو ممكن تبع نظام متوازن صح لكن مثلا ما مارس الرياضة خلال كم من شهر، فنحن نرجع مثلا نشجعه، مثلا ممكن يكون تبع نظام غذائي ما ناسبه، أو يعني في النهاية أخصائي التغذية هو اللي دائما بيعطيه التوعية التغذية المستمرة، حتى بيبين له إذا هو مثلا جاي بيبين على الشخص إذا كان جاي متنرفز أو متضايق أو مزاجه متغير، فهو بيعطيه تقرير دقيق عن تقدمه إذا كان فعلا تقدم في هالشيء، بس كان عندك هاي المشكلة ومشكلة بسيطة بيوسط عليه الموضوع، ففي النهاية هذا الثبات ما بيكون ثبات من يعني عادي، بيكون ثبات من سبب معين تلقينه بسيط جدا، والمريض حتى يطلع من عندنا من العيادة فهم شو الفكرة وفهم الغلطة وين. صحيح. أستاذة فاطمة، خلينا نقول شو أغرب موقف أو أغرب كلام قالتش من يعني من أحد المرضى بخصوص شيء جروف ووسائل التواصل لتسريع إنزال الوزن؟ هل مر عليك شيء غريب مثلا وصفة معينة طريقة معينة إن تقول يعني جروف على وسائل التواصل تساعد الواحد إن بسرعة ينزل وزنه؟ والله أغرب شيء يعني إنهم يجونا يقولك مثلا يعطونا يخلونا في دائرة ضيقة جدا، أنا أبغي نزل وزني بدون رياضة، فتحتار شو تقول له، وغالب يعني حياتي الحين صارت يعني شباب سواء كانت أو كبار في السن، نقول إحنا نعطيهم العذر، لكن شباب وبنات يعني تقدرون تسوون رياضة. الشيء الثاني اللي يقول لك مثلا أنا أبغي أنزل وزني خلال 3 شهور، وهو عنده الوزن زايد عنده من يوم هو صغير، فيخليك خلال 3 شهور يبغي ينزل، ما يصير يعني، لازم تقنعه ولازم تفهمه. وفي من أغرب الناس اللي يقولنا أنهم كانوا بس عايشين على خل التفاح أو خل الصبح، هذا أول الصبح، فيقولنا بعد فترة حالتهم الدهورة أن المعدة عندهم فيها تقرحات، والسبب من كثر شربهم للخل، وبعد من الحالات اللي صارت أنهم مثلا معتمدين على أعشاب معينة يأخذونها بشكل يوم بشكل يوم مقتنعين فيها 100%، طيب هاي الأعشاب طبيعية 100%، بس ما تعرف تركيزها على الجسم أثر على وظائف الكبد، فتلقى عند أنزيمات الكبد كلها متلخبطة. صحيح. واحد من الحالات اللي هو ما خبرنا اللي قال أنه مثلا أنا ما أسوي شيء ما أكل شيء، بس أنا وزني فيه وياي جسمه يعني كله عضل عضل عضل، وأنه ما ياخذ أي شيء من مكملات، فاكتشفت أنه في نفس الوقت فاجأت أن أنا مثلا أنا عرفت أنك أنت ما أخذ هذا النوع من البروتين، فقال كيف عرفت، أنا ما بلغ ما خبرتك، من الفحوصات عرفت اللي عنده بداية الكلى عنده بدايتها مثلا المرحلة اللي هو ستيج 1 أنها بدأت تتدهور شوية، الكرياتينين عنده كان مرتفع والفلترة الكلى عنده بدأت تتدهور يعني. صحيح. ما اقتنع من كلامي شيء، اقتنع بس مجرد ان عرفت ان من فحوصاتك صار لك شيء، بعدين اعترف يعني في من الناس ما يخبرون في كل شيء، فانت بالمناقشه بالمتابعه الدوريه بتفهم المريض، والمريض بيفهم لك انت شو اللي تباه، وبيعرف كل صغير وكبير عن حياته، فبيعرف كيف روحه ينظر بعد 3 متابعه مثلا زيارات او بعد 4 زيارات تلقى المريض خلاص فهم الفكره، وبعدين يقتنع بان الوسائل الاجتماعي او التواصل الاجتماعي هاي كلها وسائل مش مدروسه. صحيح. أنا شاكرة لك أستاذة فاطمة سعيد الخروصي اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص المفاهيم الخاطئة عن الرجيم، وأكيد هذا موضوع متشعب وكبير، وأكيد بنستضيفك مرة ثانية إن شاء الله عشان نناقش مفاهيم أخرى خاطئة متعلقة بالرجيم، وأكيد نعطي المفاهيم الصحيحة لإنزال الوزن. شكرا لك أستاذة فاطمة ونهارك سعيد. الله سعد حبيبتي، مع السلامة. شكرا. نروح إن شاء الله حين فاصل، وبعد الفاصل نكمل فقرات صحة وسعادة. صحة وسعادة. و
ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل أن فقرتنا الحين بتكون عن النظام المتطور لمراقبة الجرعات الإشعاعية في مستشفى راشد. بدأت هيئة الصحة بدبي في تطبيق نظام متطور لمراقبة الجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها المرضى أثناء عملية التشخيص العلاجي بمختلف المنشآت الصحية التابعة لها، وذلك كأول مؤسسة صحية على مستوى الدولة بهدف تحقيق أقصى درجات الأمن الصحي والسلامة للمرضى أثناء رحلتهم العلاجية. للحديث عن هالموضوع يسرنا يكون معنا الدكتور أسامة البستكي، مدير إدارة التصوير الإكلينيكي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور أسامة. صباح النور. هلا دكتور. هلا فيك في صحة وسعادة. هلا أهلين. أول شيء دكتور أسامة، قبل أن نتكلم عن أنها نظام الجديد لمراقبة الجرعات الإشعاعية، نتكلم أول شيء على التطور الهائل والمستمر في قسم الأشعة في مستشفى راشد. شو الخدمات اللي قدمها؟ شو الأجهزة اللي عندكم اللي تساعد في تشخيص الأمراض بشكل أفضل؟ أوكي. مرحبا بك أختي وبالمستمعين. بالنسبة لمستشفى راشد الحمد لله حين مو مستشفى راشد بس في هيئة الصحة في تقريبا فوق 900 نوع من اختبارات الأشعة حين نسويها. طبعا في مستشفى راشد عندنا جهازين رنين مغناطيسي، واحد اللي هو من نوع 3 تسلا قوة المغناطيسية، والثاني 1.5 تسلا. عندنا 3 أجهزة أشعة مقطعية، واحد منهم تم تركيبه في 2016 وفي خاصية التصوير المزدوج. هاي خاصية التصوير المزدوج تعرفين لما المريض يدخل في يكون على اللي هو طاولة السيتي يكون في شيء يدور عليه هو مثل كاميرا. صح. فهذه لا ما في كاميرا واحدة، هاي فيها كاميرتين، فهذه تمكننا إن نصور المريض أسرع من قبل. يعني مثلاً بالنسبة لتصوير الأشعة المقطعية للقلب، إذا المريض عدد نبضات قلبه أقل من 75 نبضة في الدقيقة، فهالجهاز يخلينا نصور القلب كامل خلال نبضة واحدة. هذا يفيدنا ان نشوف اللي هو تعرفين شريانات القلب صغيرة وايد دقيقة، يعني اذا كبرت توصل يكون قطر مالها 5 مليمتر حدها يعني. فهذه تخلينا نشوف ان ناخذ الصورة مرة واحدة بدون ما نتأثر بحركة القلب، فتكون الصورة واضحة ويكون التشخيص اسهل طبعا على طبيب الأشعة. غير هذا احنا عندنا طبعا تعرفين مستشفى راشد مركز متميز بالنسبه للجلطه الدماغيه، للتصلب المتعدد والكرونز، مرض الكرونز. وحتى مستشفى راشد من 2017 مسجل في السجل الالماني للاصابات على اساس انه مركز اصابات. فكان من ضمن شروط ان حصول مستشفى راشد على التميز في هذا ان يكون خدمات الاشعه فيها متوافقة مع المعايير الدولية في هال في هال في تصوير هالأمراض. بالنسبة نبدأ بالنسبة اللي هو للحوادث، احنا مسجلين مع مثل ما قلت في السجل الألماني، فهم يطلبون منا إحصائيات معينة بالنسبة للحالات اللي تيجي وبالنسبة للوقت اللي ياخذ المريض من يوم ما يدخل المستشفى لما يصور الأشعة المقطعية. احنا حاليا وصلنا تقريبا في مستشفى نص ساعة، يعني المريض اذا كان جاي يعني بحادث سيارة والدكتور الحوادث قرر ان هذا يحتاج اشعة مقطعية اللي هو احنا نسميها اللي هو البوليتروما اللي هو متعدد الاصابات، فياخذ له وقت نص ساعة، وهذا يعتبر معدل جيد مقارنة بالمستشفيات الألمانية الموجودة في السجل. احنا طبعا يعطونا مقارنات جداول مقارنات، فاحنا الحمد لله من العشر الاوائل في هالشيء. ما شاء الله ممتاز. زين بالنسبة للأشعة المقطعية، ما أدري أنتم سمعتوا إنه خلال الشهر الماضي مستشفى راشد بعد حصل على شهادة تميز من الجمعية الأمريكية للقلب اللي هو American Heart Association، فهم بعد يشيكون علينا كم ياخذ المريض اللي جاي بجلطة دماغية ليه ما يسوي الأشعة المقطعية من يوم ما يدخل المستشفى الأشعة المقطعية. فالمطلوب منا دكتورة ندى أن يكون خلال ربع ساعة. احنا في وسط مستشفى راشد حتى تو أمس شيكنا الإحصائيات وصلنا 6 دقائق،
مصدر غالب المرضى. طبعا أهمية الرقم دكتور لو تشرح المستمعين ليش أهمية إنه لازم يعني كل ما كان أسرع كل ما كان أفضل في حالة الجلطات. هذا هم زين. المريض اللي يتعرض للجلطة دماغية عنده تقريبا 12 ساعة من يوم ما يبدأ فيه الجلطة لما تصير 12 ساعة إنه ممكن إن الطبيب ينقذ المخ فيها. تعرفين المخ خلايا المخ تموت بسرعة في دقيقة واحدة، وللأسف خلايا المخ مختلفة عن خلايا باقي الجسم، إن إذا ماتت ما في خلايا بديلة لها. فإذا المريض ما لحق عمره خلال 12 ساعة، مو المريض ذوي المريض سواء أبوه ولا أخوه ولا شيء، ما لحق وداه لمركز متخصص في الجلطة الدماغية اللي يكون فيه طبيب أعصاب، طبيب حوادث، زين يكون فيه طبيب أشعة أو يكون فيه نظام أشعة للتصوير، ويكون فيها طبيب أشعة تداخلية متخصص بالأعصاب، وطبعاً يكون فيه عناية مركزة مخصصة بهالشيء. فأنا أحب أنوه المستمعين، نحن وايد تسمعين قصص إن ما الناس أهل مريض يأخذون مريض لمستشفى صغير ما فيها الإمكانيات، عرفت كيف؟ فمهم إن الإنسان يكون عنده وعي إن الجلطة الدماغية واحد يأخذ مو أساس إنه مرتاح على طبيب معين، يروح على مركز إنه فيه كل الإمكانيات إنه يعالج هالمريض. زين والحمد لله يعني في مستشفى راشد من يوم ما بدأت خدمة الجلطة الدماغية وايد سمعنا قصص الناس اللي يبرون بالكامل من الجلطة، هذا إذا لحق عليها خلال هال 12 دقيقة. زين الشيء الثاني هم يحسبون، تعرفين إنه بعد ما تشخصين الجلطة الدماغية لازم بعدين يدخله، عندنا الأشعة التداخلية يدخلون. احنا عندنا في 2018 جددنا قسم الأشعة التداخلية، صار عندنا مختبرين وصار عندنا مختبر بعد ثنائي التصوير مزدوج التصوير يسرع العملية هذه. زين الجمعية الأمريكية طالبة منا ان يكون من يوم ما يدخل المريض المستشفى لما يقوم بهالأشعة التداخل بالعلاج بالأشعة التداخلية يكون خلال ساعتين. احنا الحمد لله وصلنا امس، وصلنا للساعة. ممتاز جميل جدا. فالحمد لله لحقنا هالشيء، بس انه ضروري ان المستمعين يكون عندهم وعي ان الجلطة الدماغية ما مو اي مستشفى يقوم بهالخدمة. حاليا يمكن في دبي يمكن في مستشفى راشد، في مستشفيين اخرين يقومون هالخدمة، بس ان الناس لازم ينتبهون وين يودون هذه. هذه طبعا من الوعي المفروض الانسان بروحه شو اسمه يطور نفسه. زين عندنا بعد في عندنا بعد ما دام نتكلم عن الأشعة الداخلية، عندنا بعد خدمات متخصصة بالهود علاج بهود تضخم الشريان الأبهري أو إن الإصابة فيها. وعندنا بعد إن حاليا تعرفين إن مراتب اللي هو المحلول الصبغة اللي موجودة في الأشعة وهذه إن ممكن تأثر على الكلية خاصة في الأشعة المقطعية ولا الأشعة التداخلية. فإحنا الحين استحدثنا خدمة إن بدال المحلول نعطي اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون، فيسهل على الدكتور يشخص المريض وبالتالي يعالج اللي هو دكتور الأشعة التداخلية. زين في 2014 استحدثنا خدمات اللي هو دراسات الرنين المغناطيسي للقلب. زين وأرسلنا طبيب أساس إنه يدرس هذا في أحد المستشفيات العريقة في العالم في هالشيء اللي هو رويال برومتون في لندن. وحاليا إحنا الحمد لله نغطي كل خدمات الرنين المغناطيسي للقلب بما فيها اللي هو الرنين الجهدي للقلب اللي هو يحسبك اللي نسميه بالإنجليزي ستريس إم آر آي اللي يحسب ليش بداية الجلطة بعد. فبالإمكان بهن وجود بداية الجلطة إن المريض يتعالج كامل من الجلطة، من الجلطة القلبية بعد. وبعد عندنا طبعا عندنا في مستشفى راشد هي عيادة التشوهات القلبية، فهم بعد عندنا الحمد لله نغطي حاجاتهم بالنسبة للتصوير. عندنا في بعد في المستشفى راشد عندنا الرنين المغناطيسي الوظيفي للمخ، هذا يحدد لك مثلا تعرفين ان مثلا مرات يكون اللي هو الجلطة او حسب او وجود ورم في المخ للاسف انه يتطور ويبدا ياثر على مراكز الوظيفه في المخ. تعرفين احنا في المخ عندنا كل فص فيها اماكن، مثلا الفص الامامي مسؤول عن الشخصيه، الفص الخلفي مسؤول عن البصر وكذي والحواس البصريه، عندك مكان مسؤول عن وظيفه الحركه في الايد وكذي. فالرنين المغناطيسي احنا نجيب المريض نحطه في الجهاز
ونطلب منه نعطي أوامر معينة، فنشوف أن مثلا هل ورم ولا هل جلطة هل ممكن في المستقبل أن يأثر على هل جهة المخ، وبالتالي ممكن المريض إذا بدأ العلاج الطبيعي مثلا بشكل مبكر أو بدأ العلاج الجراحي ممكن أن احنا نحافظ على هالوظيفة في المستقبل. تمام؟ صحيح. بعد عندنا احنا عندنا اللي هي المنظار الاستراضي للقولون موجود عندنا في الأشعة المقطعية. وحبيت بعد أذكر هم السادة المستمعين أن شهر 3 هو شهر التوعية لسرطان القولون، وهذه مفروض أن كل حد فوق 45 سنة يفحص بعد عمره بسرطان القولون. الحمد لله هالخدمة موجودة عندنا في هيئة الصحة. زين، هم طبعا أول شيء يسوون عندكم في مراكز الصحة الأولية يسوون هو الاختبار اللي تكامل براس، إذا طلع فيه اشتباه في شيء يسوون له منظار. في حالة أن المريض ما يقدر يتحمل المنظار وهالشيء قرره اللي هو طبيب الجهاز الهضمي في مستشفى راشد، ممكن نسوي له احنا في قسم الأشعة اللي هو المنظار الافتراضي. ممتاز. دكتور أسامة معلي أنا بقاطعك عشان أبقى أتكلم معك عن النظام الجديد اللي هو مراقبة الجرعات الإشعاعية، وليش نحتاج هالنظام وشو يميز النظام وكيف آلية عمله؟ هالنظام طبعا هو من جاء عندنا من قبل فترة الكوفيد، وانت أدرى دكتور ندى الكوفيد انه سوى شوية سوى خلانا نهتم بالمرض أكثر من أشياء ثانية. استحدثت إجابته هي في الصحة دكتورة جميلة السويدي الله يذكرها بالخير. زين، فاحنا بعدين كملنا عليه. فهالنظام شو يسوي؟ احنا عادة يعني من يوم ما استوت عند أي قسم حسب المعايير الدولية وحسب معايير هيئة الاتحاد الطاقة النووية ان اي قسم في اشعاع لازم تقيسين الاشعاع اللي فيه وتشوفين المدى اللي المريض تعرض له الاشعاع هذا، هل هو ضمن المدى هو الموجود للسلامه الدوليه. هذه احنا عندنا شو اسمه اللي هم المنظمات الدوليه يعطونا حد مثلا الاشعاع المقطعيه والمخ، والله عندك هل كثر تعطي حق المريض مثلا 1 ملي سيفرت ولا شيء وحده ماله. فهل جهه فهل هو عبارة عن سوفتوير عبارة عن النظام بوصل بأشعة احتحاليا بدينا فيه مع الأشعة المقطعية. فالأشعة يوم المريض إنه يسوي أشعة مقطعية الجهاز هو الجهاز الأشعة المقطعية يرسل للبرنامج هذا مقدار الأشعة اللي تعرض له المريض، فيكون عنده مثل سجل. إذا المريض بعد فترة تعرض لأشعة ثانية بعد يحطها في مثل سجل تراكمي يكون، عرفت كيف؟ فهو مرات وزين فيه انه هو يحذرنا مثلا يحذر اللي هو التقني الأشعة او انه طبيعي التقني، حتى يحذر التقني قبل ما يصور. ترى هم يوم التقني يصور او شيء يضبط الجهاز يضبط الارقام على حسب وزن المريض على حسب طول المريض، فمثلا يمكن يحذره قبل هذا يقول والله انتبه ان هل شو اسمه مقدار الأشعة ممكن يكون عالي، فيعيد يضبط ارقامه مره ثانيه. زين، بعدين يرسل التقرير للنظام. النظام هناك يشيك عليه هو الفيزياء الطبي، احنا عندنا طبعا في هيئه الصحه قسم فيزياء طبيه. زين، يشرف على كل الهيئه، موجود حاليا مستشفي بس انه يشرف على كل الهيئه. فهم يشيكون الارقام، اذا في اي خلل يراجعون مع هو رئيس قسم الاشعه هناك اساس ان يضبطون هالخلل. ممتاز. وطبعا يعني هو البرنامج عشان نشرح للمستمعين يقيس كمية الأشعة اللي يتعرضها المريض في كل إجراء إشعاعي ويطرش تقرير عشان سلامة الأشعة عشان ما يتعرض للأشعة أكثر. هو قبل هنسوي هالشيء من بداية ما كان عندنا أشعة مقطعية في المستشفيات عندنا، عرفت كيف؟ بس كان مثلا تقني الأشعة بعد ما يخلص الاختبار يحطها يعني في طريقة يدوية يحطها في هذا في الأكسل شيت. وهذا هذا الحمد لله أنه خلاص بروحه صار الجهاز بروحه يرسل الأرقام للشو اسمه هذه للبرنامج. نعم، ويعني حتى يكون بالدقة أكثر إن فيها مثل كسور مثلا، عرفت كيف؟ إذا طرشها بالدقة هذه. وإحنا طبعا جهة عندنا إشعاع مطلوبين في كل فترة إن إحنا نعطي أرقامنا اللي هي الهيئة الاتحادية الطاقة النووية على أساس هم بعد يتأكدون من إحنا نطبق سلامة المريض خلال تعرضه للإشعاع. ممتاز. دكتور أسامة، شو النتائج المتوقعينها من هذا الجهاز ومن تطبيق النظام؟ إحنا
هو اللي ما ذكرت دكتورة ندى ان احنا عندنا بالنسبه للشعر عندنا شيئين مهمين وفيهم للاسف يوم مثل الطباب اللي جوده الصوره عشان الدكتور الاشعه يوصل للتحليل التقرير بسرعه، وعندنا مقدار الاشعاع. زين هي للاسف جوده الصوره تزيد مع مع زياده الاشعاع، فاحنا نبي نوصل حد معين في مثل حد ادنى وحد اعلى، فنبي نوصل خلال هالحد نكون وما بنتجاوزه. تمام، احنا طبعا لما تكون عندنا هالارقام احنا الحين حاليا مش تابع لهيئه اتحاد الطاقه النوويه في ان شاء الله في مشروع وطني. احنا طبعا احنا حاليا نستخدم الارقام، هي سواء في بعض المستشفيات يستخدمون الارقام اللي هي التابعه الامريكيه والارقام الثانيه الحد يعني المينيمم والماكسيمم اللي هو الحد الادنى والادنى للاشعاع. احنا نستخدم ارقام استراليه وامريكيه، فاحنا الهيئه الاتحاد الطاقه النوويه الحين حال بدت مشروع ان شاء الله يمر خلال 3 سنين بيكون عندنا معايير اماراتيه ان شاء الله في الارقام. فهذه الارقام اللي طلعنا نهزها تكون طبعا دقيقه، فبتساعد الهيئه الاتحاديه الطاقه النوويه اساس ان نطبق في المستقبل هذه المعايير الاماراتيه في الاشعاع. ممتاز، جميل جدا. انا شاكره لك الدكتور أسامة البستكي مدير إدارة التصوير الإكلينيكي في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص النظام المتطور لمراقبة الجرعات الإشعاعية في مستشفى راشد. أتمنى لكم التوفيق دكتور، وإن شاء الله بعد فترة تطلع معنا وتقولنا عن التطوير على هذا النظام والنتائج اللي طلعتوا فيها إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. شكرا لك دكتور. نهارك سعيد. شكرا. طبعا نحن في هيئة الصحة بدبي سلامة المريض هي أولوية، وطبعا مثل ما قال دكتور أسامة ترى الأشعة نحن نحتاجها للتشخيص السليم لبعض الحالات، لكن سلامة المريض لا تزال هي أولوية حتى مع الحاجة للأشعة، فنحن نوازن بين الاثنين. فوجود هذا النظام المتطور يسمح لنا نحن نكتشف الأمراض أو نشوف الكسور بشكل مبكر أو الجلطات، وفي نفس الوقت نحمي المريض من التعرض للأشعة بشكل كبير. احنا وصلنا لنهاية برنامجكم اليوم، برنامج الصحة والسعادة، إلى أن ألقاكم أنا إن شاء الله باكر بطلع عليكم إن شاء الله يكون صوتي شوي أفضل باكر. أقول لكم إن شاء الله دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.